طريق الأكل. وحشتيني وحشتيني قوي. كنت فين؟ ايه السؤال ده؟ ايه غريبة ان اسألك كنت فين؟ لا، الغريبة طريقتك. حبيبي كنت فين؟ ايوه كده. تليفونك كان مقفول طول النهار، وبعت لك رسائل كتير قوي ما شفتهاش. كنت في الشغل، قفلت التليفون عشان ما حدش يضايقني وانا قاعد مع العميل. فين؟ في المصنع؟ سألت عليك وقالوا لي ان انت ما رحتش. انت بتدوري ورايا؟ ولنفترض يا سيدي بدور وراك. ايه مش من حقي؟ لا من حقك. اللي بتعمليه ده نفس اللي كانت تعمله امك مع ابوك عشان كده بصل بره. اشرف مالكش دعوه ببابا وماما دلوقتي. الموضوع بسيط جدا وكان زمانه انتهى. بس لو سيادتك كنت جاوبت عليا. جاوبت وقلت لك في الشغل قعدها، في الشغل قعدها، في الشغل. لا ده مش جواب يا اشرف. الشغل ده كان ايه؟ العميل اسمه ايه؟ وده وقته؟ اه وقته. ولو مش حابب تجاوب براحتك، بكره الصبح هبقى في المصنع وهسالك بشكل رسمي. مش فاهم ايه يعني؟ يعني انا ما بسالكش دلوقتي بصفتي مراتك، أنا بسألك دلوقتي بصفتي صاحبة المصنع. صاحبة المصنع إيه؟ أنا جوزك يا ليلى، والمصنع دي مش هعتبه تاني، فاهمي؟ أنا راجل هنا، صاحبة المصنع كده. وأنا مش فاهمة يا أشرف. أحسن ما تفهميش. طيب ماشي.